رحلة جديدة لمسرح المواجهة والتجوال بقرى ورجوع مصر انطلقت من أيام بقرى المواطنة بمحافظة المنيا. والحقيقة طبعا أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال ده بيعتبر من أهم المشروعات الهادفة أن احنا نواجه بيها التطرف ونوصل بالمنتج الثقافي لقلب القرى والنجوع ونوصل للقرى المختلفة وخصوصا قرى حياة كريمة المدن الحدوتية أو الفكرة كلها قائمة إزاي؟ طبعا مهم جدا احنا نصل الى المدن الحدوديه. تفاصيل اكتر عن خطه المشروع خلال الفتره اللي جايه هنتعرف عليها مع المخرج الاستاذ محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح المواجهه والتجوال. يا استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذه منى. مبسوط ان انا مع حضراتكم. صباح الخير على كل الساده المشاهدين. احنا اللي بنسعد بوجود حضرتك دايما استاذ محمد. لو تكلمنا في البدايه عن رحلتكم الجديده في محافظه المنيا. والله احنا بمناسبه طبعا الاعياد اللي بنمر بيها اليومين دولت وعيات اخواتنا المسيحيين وعياتنا كلنا عموما، احنا في قرى المواطنه في محافظه المنيا بعرض مسرحي اسمه عطاكوش من انتاج المسرح القومي للطفل. عايشين معاهم بقالنا ثلاث ايام. النهارده انا بكلم حضرتك واحنا في طريقنا لدير مواس لاحد قرى دير مواس عشان نعرض العرض. احنا المشروع انطلق من الشهر 10 اللي فات لغايه دلوقتي محققين 120 قريه على مستوى 10 محافظات من التارجت المستهدف اللي احنا حاطينه قدامنا السنه دي 250 قريه في 18 محافظه. فاحنا دلوقتي بنص المسافه بتاعت المرحله الرابعه بالظبط. طيب التفاعل بقى، ردود الافعال، الناس اللي جت اتفرجت، احكي لنا بقى كل التفاصيل. ويعني الصور ابلغ دليل واكيد انتوا بتعرضوا صور لان انا مش قدام التلفزيون. التفاعل وخصوصا كان في توجيه ان احنا نهتم بكره اللي جاي سن الاطفال من 5 سنين ل 20 سنه المرحله العمريه دي. وعشان كده مركزين على عروض مسرح القومي للطفل وعروض العرايس. البيت الفني للمسرح اللي قايم على المشروع بسياده الاستاذ خالد جلال رئيس القطاع الفني الثقافي والبيت الفني طبق فاكهه متنوع. عندنا عروض المسرح القومي، عروض مسرح الطبيعه، عروض مسرح الكلام، عروض المواجهه والتجوال، عروض القومي للطفل، عروض العرايس. لك ان تتخيل ان طفل بقلب قرى المنيا بيشوف مثلا عرض زي عرض الليله الكبيره اللي احنا كلنا اتربينا عليه وشفناه واللي كانت بتتعرض في القاهره بيشوف في القريه بتاعته. طبعا مهم جدا مدى التفاعل مع الموضوع كان صندوق الدنيا اتفتح قدام الطفل. طب احنا وشاف عالم اخر. دايما احنا مركزين في المشروع على البؤر او الاماكن اللي كانت محرومه جدا لان الافكار دايما ما بيتحطهاش او بيحجمها غير افكار ثانيه. والفن والثقافه درع في الاماكن اللي احنا بنبقى موجودين فيها. عشان كده في تكثيف يا فندم للوصول للمحافظات الحدوديه. لكن السؤال المهم دلوقتي، احنا ده مسرح مواجهه وتجوال، احنا بنلف المحافظات، ازاي بنعرف الناس قبل ما نروح ان هيكون في عروض عشان نسبه الاقبال والتفاعل يزيد كمان؟ يعني انا المشروع بقاله فتره دي المرحله الرابعه منه بشكل مؤسسي. بناخد شهرين الاول في شهر 7 وشهر 8 اعداد بجدول بناء على الاحصائيات بتاعت الدوله المصريه ومشترك فيه فكره التكامل. وزاره الثقافه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التضامن الاجتماعي معانا، وزاره الداخليه، وزاره الدفاع متمثله في اداره قوات الدفاع الشعبي معانا، مؤسسات المجتمع المدني ممثله في مؤسسه مصر الخير. التنسيق بيبقى بيتم بجدول زمني لمده سنه. الجدول ده بيتطبق زي الساعه. كل عنصر من العناصر المشاركه في الموضوع بتبقى بيها وظيفه معينه او شغل معين بحيث ان احنا نوصل لاكبر عدد ونخترق العمق المصري في ابعد مكان. يعني انا بكلم حضرتك واحنا يعني الشهر الجاي هنكون في حلايب وشلاتين. عظيم. ف يعني بنتهز الفرصه دي ان انا اشكر كل الشركاء
ان بينفذوا معانا المشروع، سواء وزاره الشباب والرياضه، وزاره التضامن الاجتماعي، مؤسسات المجتمع المدني، كل واحد بيمد ايده. أكيد كل التوفيق ليكم. المهمة مش سهلة، التجول في مختلف الأماكن، بس مهمة قوي كمان أن الفنون المختلفة اللي بيتم تقديمها توصل لمختلف الناس في مختلف الأماكن. كل الشكر ليك الأستاذ محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، شكرا جزيلا.